نظمت جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة مؤتمر نجاحات ذوي الهمم الذي ركز على أبرز قصص النجاح التي حققها ذوي العزيمة. وقد استعرض المتحدثون من ذوي العزيمة أبرز قصص النجاحات التي قاموا بتحقيقها متحدين إعاقتهم ليصبحوا نموذجا مشرفا في مختلف المجالات. ملتقى متميز طرح العديد من القصص الملهمة والتي حملت بين طياتها الكثير من المواعظ والعبر التي من شأنها أن تكون سبباً في دفع أفراد المجتمع ككل للإبداع والإنجاز. فهذا المؤتمر الذي أطلقته جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة لتؤكد من خلاله على أن ذوي الهمم قادرون على تحقيق نجاحات لافتة في مختلف المجالات. مؤتمر يحكي ويطرح قصص نجاح ذوي الإعاقة. القصص هذه طرحها أن تكون من قبلهم نفسهم هي أكبر دليل على تحدي التحديات والعقبات اللي أمامهم. فخورين جدا كممثلين للوزارة، كولية أمر، كأم، فخورة جدا بالموجودين بقصص النجاح الجميلة اللي سمعناها اليوم. آفاق وأبعاد فتحت لنا، يعني صراحة نورت بصيرتنا، واحنا فخورين جدا بهاي الفئه العزيزه علينا كلنا. والعبره من هاي القصص اللي سمعناها اليوم مو بحق فئه معينه، حقنا جميعا احنا اللي نستفيد منها. وهي اليوم صراحه طلعنا بطاقه ايجابيه، سعيدين جدا. اي شخص عنده عقبه او تحدي عقب مؤتمر اليوم يحس انه هو يعني عنده طاقه انه هو يستمر ويتجاوز هاي العقبات. قصص ملهمه ونجاحات لافتة حققتها عقول متميزة قامت بتذليل الصعاب لتحقق مبتغاها وتتحدى إعاقتها لتؤكد للعالم على قدرتها على الإنجاز. وبخصوص المؤتمر طبعا هي فكرة تتراودنا وتتراود كل شباب ذوي الهمم انهم يبرزون قصصهم، يبرزون نجاحاتهم لكي يتعلم منها السوي وعوائل ذوي الهمم. وهذه القصص احنا برزناها الحمد لله في هذا المؤتمر، وسوف نبرزها في الايام العديده ان شاء الله. قضايا فيها مشكلات وفيها انجازات وفيها الكثير من التحديات، اضافه الى هذا الشيء ان الناس قاعده توصل على اساس انها تقول انا قدرت ان اتحدى واوصل، وفي نفس الوقت قدامها هدف محدد ان هذه الديره تستاهل ان اقدم اليها اللي اقدر عليه، وبالمثل الديره مطالبه ان هي تقدم اليه ما تستطيع. تجارب متميزه، أفكار خلاقة كشف عنها مؤتمر نجاحات ذوي الهمم لتكون نماذج مشرفة للمجتمع بأسره. طرحها جمع من ذوي الهمم تحدثوا فيها عن تجاربهم ونجاحاتهم التي حققوها متحدين بذلك كافة الصعاب. إنجازات متميزة ولافتة تم تسليط الضوء عليها في هذا المؤتمر لتكون نموذجا مشرفا ومصدر إلهام للمجتمع، خصوصا وإن هذه التجارب الفريدة وقصص النجاح لهؤلاء المبدعين بمختلف إعاقاتهم تعد قدوة للإنجاز والإبداع والتحدي للمجتمع بأسره. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.